تاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة في مدينة تقع شرق إيطاليا تدعى مدينة رافينا توجد كنيسة صغيرة اسمها بازيليكا دي سانتي بوليناري نوفو. هذه الكنيسة تحتوي على رسوم جدارية نقشت بواسطة أحجار الفسيفساء. من ضمن هذه النقوش لوحة جدارية كبيرة توجد على الحائط الأيمن للمبنى. هذه اللوحة بها عدة أمور غريبة، فهي تبدو وكأنها قد نقشت فوق بعض أجزائها رسوم جديدة لا تبدو بنفس قدم نقوش المبنى. أما الشيء المثير للدهشة في هذه اللوحة الجدارية هو وجود صور لبقايا أيد بشرية على أعمدة مرسومة في اللوحة، مما يدل على أن هذا الرسم كان يحتوي على صور لأشخاص يقومون بشيء ما، شيء خطط له أن يبقى سرا دفينا بعد أن تم إخفاء رسمه الأصلي إلى الأبد، شيء لا يراد لنا أنا وأنت أن نعلمه. فما هو سر هذه اللوحة العجيبة؟ وما هو الأمر الخطير الذي نجح من قاموا بتغيير حجارة هذه الكنيسة الإيطالية بإخفائه عن البشرية بأسرها؟ أو هكذا ظنوا؟ مرحبا بكم، هذا جهاد التربان يحييكم في الحلقة 21 من برنامج العظماء 100. هذه الحلقة التي كنت أنتظرها أنا شخصيا منذ أول يوم فكرت به بإصدار هذا البرنامج، وكنت أدعو الله سبحانه وتعالى ألا يتوقف هذا البرنامج لأي سبب من الأسباب قبل إذاعتها، وذلك لأهميتها التاريخية، لأهميتها التاريخية الكبيرة. وفي هذه الحلقة سنحكي حكاية إنسان عظيم هو باعتقادي من أعظم الشخصيات التي مرت على تاريخ الأرض منذ نشأتها وحتى يوم الناس هذا. ومن خلال الدقائق القليلة القادمة سنحاول البحث في حكاية هذا الرجل المجهول، سنفهم من خلال دراسة تاريخه كثيرا من الأمور الغامضة التي ربما لا يتسنى فهمها إلا بدراسة تاريخ هذا الرجل. وهذا هو الهدف الرئيسي لهذا البرنامج، محاولة حل بعض الألغاز التي لا يمكن حلها إلا بدراسة التاريخ، بدراسة التاريخ فقط. فمثلا هناك قصة عجيبة وردت في القرآن الكريم وبالتحديد في سورة البروج التي ذكر الله في بدايتها قصة أصحاب الأخدود، القصة التي قام بها أحد الملوك بحرق مجموعة من المؤمنين والمؤمنات في حفرة في الأرض أشعلت فيها النيران قبل أن يلقى فيها هؤلاء الأبرياء الذين يصفهم القرآن الكريم بالمؤمنين والمؤمنات. الشيء اللافت للانتباه أن هؤلاء الضحايا الذين خلد القرآن قصتهم كانوا في حقيقة الأمر مجموعة من المسيحيين اليمنيين وبالتحديد من مملكة حمير اليمنية، وهذا أمر شبه متفق عليه لدى المسيحيين المعاصرين والمسلمين على حد سواء، كما ورد في أحد أشهر الكتب المسيحية وهو كتاب الحميريين السرياني الذي يعتبر هؤلاء الضحايا من شهداء المسيحية، بينما ورد في كثير من كتب التفسير الإسلامية مثل تفسير القرطبي مثلا بأنهم قوم من النصارى كانوا باليمن. فمن تكون هذه الطائفة المسيحية التي وصلت إلى مرحلة من الإيمان ذكرت بها في بداية سورة في كتاب المسلمين المقدس القرآن الكريم؟ شيء آخر، هناك حديث عجيب يصف حال الأرض قبل البعثة النبوية ورد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. ورد في هذا الكتاب حديث يصف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة الأرض قبل خروجه نبيا إلى البشرية. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فمن يكون هؤلاء الذين استثناهم الله عن بقية أهل الأرض بأسرها؟ الإجابة عن هذا السؤال تكمن في فهم كلمة عجيبة أوردها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. هذه الكلمة العجيبة التي بها حل تلك الألغاز التاريخية ربما سمعناها لعشرات المرات ولكننا لم ننتبه إليها جيدا بالرغم من وجودها في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أصح كتب الحديث لدى المسلمين.
الحديث يحكي حكاية رسالة بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل إمبراطور الدولة البيزنطية الرومانية. جاء في هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. بعض كتب التاريخ الإسلامي تفسر كلمة الأريسيين بأن معناها فلاحي الروم، وهو الأمر الذي لم يقنعني صراحة. فلماذا يحذر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إمبراطور الروم بأن عليه إثم الفلاحين فقط؟ لماذا الفلاحين بالذات؟ ماذا عن بقية البشر الذين يعيشون في الإمبراطورية البيزنطية الرومانية؟ إذن فمن هم هؤلاء الأريسيون؟ وكيف عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصتهم؟ ولماذا حرص أن يذكرهم بالاسم إلى إمبراطور الروم، إلى إمبراطور الرومان البيزنطيين بالتحديد؟ أثناء فترة إعدادي لكتاب 100 من عظماء أمة الإسلام غير مجرى التاريخ، عثرت على كتاب عجيب، وجدت من خلاله إجابة للسؤال الذي لطالما بحثت عنه: من هم الأريسيون؟ الكتاب اسمه أقباط مسلمون قبل محمد، الباحث المصري فاضل سليمان، والتقديم وتذييل الأستاذ الدكتور محمد عمارة. وفيه يذكر الباحث المصري الذي تلقى تعليمه المدرسي في مدارس الكاثوليك في القاهرة، يذكر معلومات خطيرة من شأن الكشف عنها لعامة الناس أن يعيد كتابة التاريخ الإنساني بأسره. في هذا الكتاب يذكر فاضل سليمان أن تاريخ الأريسيين هو في واقع الأمر تاريخ المسيحية الحقيقي، وسموا بذلك الاسم نسبة لقسيس مسيحي اسمه أريوس. وبالبحث في المصادر الإسلامية وجدت أن ما ذكره فاضل سليمان أورده بشكل مختصر ابن حزم الأندلسي في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، وأورده أيضا الإمام أبو الفتح الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. ولكن للإنصاف التاريخي، فإنه من عدم الأمانة العلمية التسليم مباشرة بصحة ما كتبه رجل مسلم عن دين آخر، أو حتى الرجوع إلى مصادر إسلامية. لذلك قررت التأكد من صحة المعلومات التي وردت في كتاب فضل سليمان من مصادر غير إسلامية تتحدث عن تاريخ المسيحية منذ بدايتها، مصادر كتبها كبار مؤرخي المسيحية وكبار قادة الكنيسة. ولكن بداية وقبل الغوص في بحار قصتنا لنستخرج منها لآلئها المكنونة، علينا أن نفهم ثلاث نقاط مهمة للغاية يمكن لنا من خلالها فهم مجريات قصتنا بشكل أكبر وأوضح. أولا، ربما لاحظ البعض أنني في الحلقة الماضية كررت لفظة الدعوة المحمدية عند الحديث عن الدين الإسلامي الذي بعث به آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنني تعمدت استخدام هذا اللفظ تمهيدا لهذه الحلقة، وذلك لشرح مفهوم الإسلام بشكل أوسع. فالإسلام كعقيدة قائمة على توحيد الله وعبادته وحده ليس دينا جديدا جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو دين كان موجودا قبل محمد. الإسلام كعقيدة هو في الأساس عقيدة واحدة دعا إليها كل الأنبياء، طبعا مع اختلاف في بعض التشريعات من نبي إلى آخر. الأمر الثاني، الكتاب المقدس لدى المسيحيين حاليا اسمه البايبل، والبايبل كلمة إغريقية تعني الكتب، ولذلك تسمى المكتبة في كثير من لغات العالم بيبلوتيك أو بيبلوتيكا. المشكلة في البايبل أنه كتب لأول مرة باللغة الإغريقية القديمة، وهي لغة أجنبية لم تكن لغة المسيح عليه السلام. لذلك تمت ترجمة كلمات معينة في الإنجيل الذي أنزل على المسيح بكلمات مختلفة لا توافقها في المعنى الأصلي الذي اشتق من العبرية والآرامية التي تحدث بها المسيح عليه السلام. فتمت تسمية الله بالأب أو الآب، والمسيح بالابن بسبب سوء الترجمة.
فالمعروف في هذه اللغات السامية أنها تنسب الأبوة والبنوة لأشخاص أو أشياء دون أن يكون الدافع وراء ذلك إثبات النسب بين والد وولده، وإنما بسبب التكريم أو الذم. فنسب المسيح إلى الله كان في معنى تكريم المسيح عليه السلام، ولكن عندما ترجم الإغريق ذلك اعتقدوا أنه نسب والد وولده، لا سيما أن الثقافة الإغريقية القديمة كانت تحتوي على قصص كثيرة لآلهة وأبناء لتلك الآلهة، في حين أن الموضوع أبسط من ذلك كثيرا. ربما نفهمه نحن العرب بشكل أكبر لتشابه بين لغتنا العربية السامية مع اللغتين العبرية والأرامية اللتين تنتميان لنفس العائلة اللغوية السامية. فمثلا نسمي الأب برب الأسرة، وعندما نقول أن فلانا ابن أصل أو ابن ملوك أو ابن عز، فهذا لا يعني المعنى الحرفي للنسب، وإنما نقصد بذلك تكريما أو تشبيها. حتى في بعض الأحيان ربما نستخدم هذا النوع من الكلام في ذم شخص معين، فيقال لشخص أنه ابن كذا أو كذا، وإنما استخدم ذلك لذمه. لذلك فإن نسب المسيح لله بلغة الأراميين والعبريين يعني أن المسيح كان إنسانا متدينا أو إنسانا بارا، ولا يعني بأي حال من الأحوال المعنى الذي فهمه الإغريق ونقلوه للعالم بأنه نسب والد وولده. والدليل من الكتاب المقدس نفسه في قصة واحدة ترجمت على شكلين اثنين في إنجيلي مرقس ولوقا. ففي إنجيل مرقس 39:15 ورد الآتي: كان هذا الإنسان ابن الله. وفي إنجيل لوقا 47:23 وردت نفس القصة على اللفظ الآتي: كان هذا الإنسان بارا. الأمر الثالث: عقيدة كل الطوائف المسيحية الكبيرة حاليا من كاثوليكية وأرثوذكسية وبروتستانتية هي عقيدة قائمة على مبدأ التثليث Trinity، وهو مبدأ يقوم على أن الله أو الرب عبارة عن ثلاث أقانيم مختلفة: الأب أو الآب، وصوروه كرجل مسن، والمسيح أو كما يسمونه الابن، وصوروه كشاب أشقر بالرغم من كون عيسى من بني إسرائيل، والروح القدس، وصوروه كطائر. وفقا لهذا المبدأ فإن هؤلاء الثلاثة يتساوون مع الله، ولكن في نفس الوقت لا يتساوون مع بعضهم البعض. الكارثة في هذا المبدأ لا تكمن في كونه مخالف لكل قوانين الرياضيات التي تنص على أن الأشياء المتساوية مع شيء ما متساوية مع بعضها البعض، وإنما تكمن الكارثة في أن هذه العقيدة التي تعتبر أساس الدين المسيحي ليس لها دليل واحد في الكتاب المقدس. حتى الجملة الوحيدة الموجودة في الكتاب المقدس التي يمكن أن تفسر منها هذه العقيدة والتي وردت في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح 5:5-7 ونصها الآتي: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. بغض النظر أن هذه الجملة لا تعني أي شيء ولا تعني أنه ينبغي عبادة هؤلاء الثلاثة، بغض النظر عن كل ذلك فإن هذه الجملة ليس لها وجود من الأساس. فالشيء الذي لا يعلمه أغلب المسيحيين بأن هذه الجملة ليست من الكتاب المقدس، بل هي إضافة أضيفت مؤخرا مكان الروح والماء والدم. بعض النسخ العربية للكتاب المقدس قامت بتوضيح ذلك في الهامش، ولكن أكثر النسخ أخفت ذلك عن عمد وقامت بوضع نجمة أو قوس أو أي شيء لخداع القارئ دون أن تشير عن معنى ذلك في الهامش. إلا أن بعض النسخ الإنجليزية في الكتاب المقدس مثل نسخة The Holy Bible New International Version حذفت هذه الجملة بالكلية وكتبت في الهامش Not found in any Greek manuscript before the 16th century، أي أن هذه الجملة لم توجد في أي من المخطوطات الإغريقية قبل القرن 16. نحن نتكلم عن 500 عام لم تكن قبلها هذه الإضافة موجودة في الكتاب المقدس. وبعد هذه المقدمة التي ستساعدنا في فهم أحداث حلقتنا، نأتي الآن إلى قصة بطلنا آريوس. وآريوس قسيس مسيحي من أصل أمازيغي، والأمازيغ هم السكان الأصليون لشمال أفريقيا، وأصل هذا القسيس الأمازيغي من ليبيا الحالية، يعني هو بطل ليبي الأصل.
ولد عام 256 في مدينة ليبية تقع في منطقة الجبل الأخضر إلى الشرق من بنغازي قورينا، واسمها الحالي شحات. وبالمناسبة هذه المدينة هي المدينة التي ولد بها إيراتوستينس، الذي يعرفه علماء الرياضيات بوضع غربال إيراتوستينس الذي يحدد الأعداد الأولية. وإيراتوستينس هو أيضا مخترع كلمة جغرافيا وأول من قاس محيط الأرض في التاريخ. المهم أن أريوس عاش في مدينة الإسكندرية المصرية التي كان بها كاهنا على إحدى كنائسها الصغيرة، وسافر إلى مدينة أنطاكيا ليتعلم تعاليم المسيح من أحد أهم الشخصيات في التاريخ المسيحي على الإطلاق، وهو القسيس لوسيان الأنطاكي الذي يسميه المسيحيون الآن بسانت لوسيان، أي القديس لوسيان أو لوسيان ذا مارتا، لوسيان الشهيد، بعد أن قتله الإمبراطور الروماني الوثني ماكسيمونس الثاني لرفض لوسيان التخلي عن تعاليم المسيح. في ذلك الزمان ظهر على السطح في مدينة الإسكندرية المصرية صراع كبير بين فريقين، الفريق الأول ويقوده الأسقف ألكساندروس الأول بابا الإسكندرية. هذا الفريق يريد إدخال عقيدة لم ترد في الكتاب المقدس بأن المسيح إله معبود. أما الفريق الثاني فكان بقيادة القسيس أريوس. هذا الفريق رفض إدخال بدعة ألوهية المسيح، ودعا إلى أن المسيح إنسان مخلوق ونبي مكرم. وكان يؤيد فريق أريوس ميلوتيوس أسقف مدينة ليكوبوليس، وليكوبوليس هي مدينة أسيوط الحالية. لذلك كان أقباط صعيد مصر في الأساس من المسيحيين الموحدين الذين رفضوا بدعة تأليه المسيح. ولما اشتد الصراع بين الفريقين كثف أريوس من تحركاته في دعوة المسيحيين إلى توحيد الله، مستعينا بعلمه الذي تعلمه من لوسيان الأنطاكي، إضافة لقدرته الكبيرة على الإقناع بالحجج والبراهين من الكتاب المقدس نفسه، حيث كان أريوس يذكر لهم أن المسيح بكل بساطة لم يرد عنه في الكتاب المقدس أنه دعا الناس إلى عبادته أو ادعى أنه رب معبود. لذلك أقبل المسيحيون أفواجا على دعوة أريوس التوحيدية بعد أن أحسوا بصدقه وإخلاصه لدعوة المسيح. يصفه البروفيسور ديمتريوس كوسالاس في كتابه حياة وزمن قسطنطين العظيم: كانت بلاغته وجلسته الوقورة وزهده في الحياة قد بدأت في اجتذاب أتباع كثيرين. كان طويلا رشيق القامة ذو نظرات جذابة، يرتدي دائما رداء أبيضا بدون أكمام. ويضيف البروفيسور ديمتريوس كوسولاس في كتابه: لم يكن أريوس من نوع الرجال الذين يمكن إسكاتهم بسهولة، كما لم يكن وحده الذي يؤمن بهذه المعتقدات، بل كان كثير من الأساقفة والكهنة في الشرق يفضلون تعاليمه. وبعد أن انتشرت دعوة التوحيد المسيحية انتشارا كبيرا في مدينة الإسكندرية، أصدر أسقف هذه المدينة ألكساندروس الأول قرارا كنسيا بعزل أريوس من كنيسته الصغيرة. وبالرغم من حرب الكنيسة لأريوس استمر هذا القسيس المسيحي في دعوة التوحيد، فبعث برسالة إلى أحد زملائه في الدراسة عند معلمه لوسيان الشهيد. هذا الزميل اسمه يوسابيوس النيقوميدي، نسبة لمدينة نيقوميديا في الأناضول. ويوسابيوس كان في السابق أسقفا لمدينة بيروتاس، أي مدينة بيروت الحالية، قبل أن ينتقل إلى نيقوميديا. تذكر اسم هذا الرجل جيدا، سيكون له دور بارز في أحداث حلقتنا. أريوس بدأ رسالته إلى زميله يوسابيوس بكلمة عجيبة، قال له: يا تلميذ لوسيان، مذكرا زميله بما تعلماه في مدرسة معلمهم لوسيان الشهيد. وهذا ما يدل على أن لوسيان كان أيضا موحدا. وبعد أن وصلت الرسالة إلى يوسابيوس، أعلن هذا الأسقف الكبير تأييده لدعوة زميله أريوس التوحيدية في الوقوف أمام بدعة تأليه المسيح التي دعا إليها بقوة بابا الإسكندرية ألكساندروس. ثم وصلت أخبار هذا الصراع إلى بقية الكنائس المسيحية، فأعلن بقية تلاميذ لوسيان الشهيد الذين أصبحوا أساقفة لكنائس كبرى، أعلنوا تأييدهم لدعوة التوحيد وبعثوا برسائل تأييد إلى زميلهم أريوس. وبعد ذلك أعلن عدد من كبار أساقفة العالم تأييدهم لدعوة التوحيد. عزنا
أسوار تستر. في ذلك الزمن كانت أغلب الكنائس موجودة ضمن أراضي الإمبراطورية البيزنطية الرومانية، وكان على رأس الإمبراطورية في ذلك الوقت الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول. هذا الإمبراطور أراد أن يثبت حكمه في أرجاء الإمبراطورية عن طريق السيطرة على السلطة الدينية للمسيحيين، بالرغم من كونه وثنيا في ذلك الوقت، خاصة بعد أن بدأ الصراع بين فريقي الموحدين وفريق مؤلهي المسيح يأخذ طابعا تهديديا للسلم الاجتماعي في مدن إمبراطوريته. فدعا الإمبراطور قسطنطين الأول جميع أساقفة الإمبراطورية إلى الاجتماع في مدينة نيقية لبحث مسألة تأليه المسيح. فاجتمع أساقفة الإمبراطورية في مجمع سمي بمجمع نيقية، وبدأت جلسات المجمع في 20 من شهر مايو واستمرت إلى 25 من شهر يوليو من عام 325. جلسات هذا المجمع شهدت نقاشات حادة بين فريقي الموحدين بقيادة الأسقفين أريوس ويوسابيوس، وبين الفريق الذي ينادي بإدخال مبدأ أولوهية المسيح للدين المسيحي، وكان بقيادة شاب في بداية الثلاثينيات من عمره يدعى أثناسيوس، وهو شخصية أرسلها بابا الإسكندرية ألكسندروس لقيادة هذا الفريق المنادي بأولوهية المسيح. الطريف أن أثناسيوس كان في الأصل وثنيا من أبوين وثنيين قبل أن يتبناه ألكسندروس الأول ويجعله أحد تلامذته، لتتوافق المعتقدات الوثنية التي ورثها أثناسيوس من أبويه مع المعتقدات المنحرفة التي درسه إياها ألكسندروس الأول، ليجادل بها هذا الشاب كهنة وأساقفة كبار مثل أريوس ويوسابيوس الذين ولدوا على دين المسيح. ليس ذلك فحسب، بل تتلمذوا على يدي لوسيان الأنطاكي الذي يسميه المسيحيون حتى يوم الناس هذا القديس لوسيان الشهيد. وبعد أيام من النقاشات الطويلة التي كان أريوس ومن معه من الموحدين يفحمون بها أثناسيوس ومن معه، جاءت لحظة التصويت على وثيقة تنص لأول مرة في تاريخ المسيحية على ألوهية المسيح، وكانت غالبية الأساقفة مع عدم التصويت عليها والبقاء على ما جاء في الكتاب المقدس بأن المسيح مجرد بشر مرسل من قبل الله. إلا أن التصويت لم يكن حرا، فقد كان الإمبراطور قسطنطين بحكم دينه الوثني ضد فكرة توحيد الله، فقرر أن تكون نتيجة التصويت لصالح من ينادون بألوهية المسيح. ووفقا لكتاب Church, Sexism and Corruption، الكنيسة الانشقاق والفساد، للمؤرخ أخيم ماسيكو، أصدر قسطنطين بيانا مسبقا يهدد فيها كل من يرفض التصويت لصالح هذا الاعتقاد. فوصلت التهديدات المباشرة إلى الأساقفة الموحدين ولمعرفتهم بالمجازر المروعة التي كان الملوك الرومان يقومون بها في حق المسيحيين في السابق. فضل أغلب الموحدين النجاة من هذا الفخ الذي نصب لهم والرجوع إلى مدنهم لإكمال دعوة التوحيد التي اعتقدوا أنها لن تؤثر عليها ورقة وقعت كرها تحت حكم ملك وثني. فوقع أغلب من كان في المجمع على ما بات يعرف فيما بعد بعقيدة نيقية، وفيها كتب لأول مرة في تاريخ المسيحية أن المسيح إله. ولكن وبالرغم من كل التهديدات رفض أريوس التوقيع على هذه الوثيقة. ووفقا للكاتب ريتشارد باتريك كروسلاند هانسون، رفض 3 قساوسة التوقيع على هذه الوثيقة: أريوس ومعه ثيونوس أسقف مارمريكا وسيكاندوس أسقف إبتوليمايس، بالرغم من كون معظم الأساقفة في ذلك المجمع كانوا من الموحدين ولكنهم وقعوا مكرهين. جاء ذلك واضحا في رسالة كتبها لاحقا يوسابيوس النيقومودي إلى الإمبراطور قسطنطين، كما ورد في كتاب للمؤرخ الألماني الكاثوليكي ماتياس هوفمان، اسم الكتاب فيرجيس داس ليبن نيشت أين بليك أوف دين غوت أبراهامس، لا تنسى الحياة رأي برب إبراهيم. كتب يوسابيوس إلى قسطنطين لاحقا: لقد ارتكبنا خطيئة أيها الأمير عندما دفعنا خوفنا منكم للموافقة على كفر. ولكي نفهم موقف الأساقف الموحدين وهم الغالبية العظمى، ينبغي علينا أن نفهم الظروف التي دفعتهم إلى التوقيع.
هؤلاء الأساقفة الموحدون اجتهدوا ورأوا أنه تحت إرهاب وقمع الإمبراطورية يمكنهم إظهار ما لا يعتقدون في قلوبهم لكي يرجعوا آمنين إلى تلامذتهم ليكملوا دعوة المسيح سرا، لسيما أن هذا المجمع جمع كبار الأساقفة الموحدين في العالم بأسره، فإذا تم قتلهم ستصبح دعوة المسيح في خطر حقيقي. ولكن القساوسة الموحدين ما أن وقعوا على وثيقة نقية حتى وقعوا في الفخ الذي كانوا يحاولون الإفلات منه. فقد كان الإمبراطور ورجال الكنيسة يدركون تمام الإدراك بأن هؤلاء الأساقفة وقعوا على هذه الوثيقة تحت الإكراه، لذلك قاموا مباشرة بعد اختتام جلسات المجمع بعزلهم جميعا من كنائسهم ونفيهم إلى قرى وجزر نائية. ومنذ ذلك التاريخ أطلق أعداء التوحيد على المسيحيين الموحدين لقب الآريسيين أو الآريوسيين (Arian) باللغة الإنجليزية، وذلك لصرف الناس عن حقيقة تريد الكنيسة إخفاءها عن عامة المسيحيين البسطاء، بأن هؤلاء القساوسة الذين أطلق عليهم اسم الآريسيين ما هم في حقيقة الأمر سوى المسيحيين الحقيقيين الذين اتبعوا دعوة المسيح دون تحريف، في حين أطلق مؤلهو المسيح على أنفسهم اسم الأرثوذكس ومعناها الأصوليين، أي أنهم ادعوا بأنهم هم من يتبعون أصل الدين المسيحي. وبعد انتهاء مجمع نيقية أمر الإمبراطور قسطنطين بتحريض من الكنيسة بحرق كل كتب آريوس ويوسابيوس النيقمودي ومن معهم من الموحدين. هذه مثلا نسخة من صورة أصلية وردت في كتاب القانون الكنسي لعام 825، وفيها يصور الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الذي كان وثنيا وهو يحرق كتب آريوس. لو تلاحظون الشخص الموجود أسفل اللوحة مكتوب حوله بعض الكلمات، لو كبرنا اللوحة قليلا لوجدنا أن هذه الكلمة المكتوبة باللغة الإغريقية تعني آريوس. رجال الكنيسة عبر جميع العصور وحتى يومنا هذا حاولوا دائما تشويه صورة هذا البطل المسيحي الموحد في لوحاتهم وكتبهم، وذلك خوفا منهم أن تنتشر تعاليم هذا القسيس المسيحي بين عامة المسيحيين البسطاء. وبعد نفي آريوس وبقية الأساقف الموحدين الذين تم عزلهم، كوفئ أثناسيوس زعيم من باتوا يعرفون بالنيقيين بأن تم تعيينه أسقفا للإسكندرية بالرغم من حداثة سنه. وبعد ذلك ظن أعداء التوحيد أنهم انتصروا على آريوس، أنهم انتصروا على دعوة المسيح، على دعوة التوحيد، بعد أن عزلوا كل الرجال المنادين بدعوة المسيح الحقيقية، إلا أن هؤلاء المساكين غاب عنهم أمر مهم للغاية، غاب عنهم أن هذا الدين ليس دين الرجال فقط، لقد نسي هؤلاء المساكين المرأة. فالمتابع الجيد لأحداث التاريخ يجد أن قيام الأمم بعد انكسارها يحدث في كثير من الأوقات بسبب امرأة واحدة، امرأة غيرت من حال أمتها بأسرها. فدور النساء عبر التاريخ ليس كما يعتقد البعض دورا هامشيا أو حتى ثانويا، بل هو دور محوري وهام. وفعلا بدأت عملية القيام للمستضعفين المسيحيين الموحدين بواسطة امرأة واحدة أخرجها الله من مكان لا يتوقعه أحد، إنها الإمبراطورة هيلانا أم الإمبراطور قسطنطين، وهي المرأة التي يعتبرها المسيحيون إلى يوم الناس هذا قديسة من قديساتهم، سانت هيلانا. أكيد كثير منا سمع بهذا الاسم الذي يكثر استخدامه في تسمية المدارس المسيحية في هذه الأيام. الشيء الذي لا يعلمه أغلب المسيحيين أن هذه المرأة هي في حقيقة الأمر بطلة مسيحية موحدة تؤمن بأن المسيح بشر مكرم وتدين بدين التوحيد، أو كما صار يطلق عليه المسيحية الآريسية، وفقا لعدة مصادر تاريخية كتبها مؤرخون كبار من أمثال هاجيث سيفان وجي جوردن ميلتون وكينيث جي هولوم. وفقا لهذه المصادر قامت هذه الإمبراطورة باستخدام نفوذها في الإمبراطورية بإرجاع كثير من الأساقفة الأريسيين وتقريبهم إلى الحاشية الملكية،
كان ممن قربتهم يوسابيوس النيقومودي زميل أريوس. والحقيقة أن يوسابيوس النيقومودي هو نوع من الرجال الذين يمكن أن تطلق عليهم لقب رجل بأمة. هذا القسيس السوري الموحد الذي كان أسقف بيروت اللبنانية كان بالإضافة لعلمه المسيحي الكبير الذي تعلمه من لوسيان الشهيد كان أيضا سياسيا حكيما يعرف كيف تدار الأمور بحكمة وروية. فبعد أن استطاعت الإمبراطورة الموحدة هيلانا إرجاعه عام 228 من منفاه الذي قضى به 3 سنوات بعد مجمع نيقيا الأول، صار يوسابيوس يناقش الإمبراطور قسطنطين بهدوء وحكمة عن حقيقة دعوة المسيح التوحيدية، وأوضح له يوسابيوس أن ما جاء به أريوس ليس شيئا جديدا، بل هو نفسه الشيء الذي جاء به الكتاب المقدس بأن المسيح بشر مكرم دعا إلى عبادة الله وحده. وشيئا فشيئا بدأ الإمبراطور يعجب بحديث يوسابيوس عن دعوة التوحيد، وأدرك قسطنطين حجم الكارثة بإجباره القساوسة على التوقيع على مجمع نيقيا، فأراد أن يكفر عن خطأه بإرجاع الأمور إلى نصابها. ولكن ميزان القوى في ذلك الوقت كان قد تغير بشكل كبير، فكما أوضحنا أن الإمبراطور قام بعزل جميع القساوسة الموحدين بعد مجمع نيقيا، وعين مكانهم الداعين إلى تأليه المسيح، ليسيطر النيقيون على كنائس الإمبراطورية بشكل شبه كامل تقريبا. فصار أي تهديد لسلطتهم الدينية يمكن أن يمثل تهديدا لسلطة الإمبراطور السياسية، إلا أن قسطنطين صمم على تدمير ذلك الوحش الذي تسبب هو في صنعه، فقام بمعونة من مستشاره ويده اليمنى يوسابيوس النيقوميدي بسحب البساط بشكل تدريجي من تحت أرجل الأساقف النيقيين، واستطاع بالفعل عزل أسقف مدينة أنطاكيا ثالث أكبر مدن الإمبراطورية، وأيضا أسقف أنقرة، ثم عزل في عام 335 زعيم النيقيين وعدو التوحيد الأول أثناسيوس بعد أن تم عقد مجمع السور الأول نسبة لمدينة السور اللبنانية لبحث تهم وجهت إلى أثناسيوس بقضايا أخلاقية وقضايا مالية بعث بها المسيحيون المصريون الذين فرض عليهم أثناسيوس ضرائب غير قانونية، إضافة لجريمة قتل أحد الأساقفة واحتفاظ أثناسيوس بيد الجثة لاستخدامها في السحر. وبعد ذلك صار المناخ مناسبا لعودة بطل التوحيد أريوس، وفعلا استدعاه الإمبراطور قسطنطين الأول إلى عاصمة الإمبراطورية الجديدة القسطنطينية. وبعد مسيرة نضال وكفاح استمرت لسنوات طويلة وصل بطل التوحيد المسيحي أريوس إلى القسطنطينية عام 336 ليستقبله الإمبراطور شخصيا في قصره. وبعدها خرج أريوس برفقة رفيق دربه يوسابيوس النيقوميدي لكي يحيي عامة الشعب الذين اصطفوا لتحيته. ما ورد إلينا في كتب التاريخ أن الإمبراطور كان قد أمر أسقف المدينة ألكسندر بإكرام وفادة أريوس وإعطائه الأكل والشراب الكنسي وإدخاله في شركة الكنيسة كما هو المتبع في التقاليد المسيحية. وبينما أريوس يتجول في شوارع المدينة يحيي الشعب، أحس أريوس فجأة بآلام شديدة تسري في بطنه، أصيب بعدها بإسهال قوي تبعه نزيف حاد، سقط بعدها أريوس مغشيا عليه. كل من لديه أدنى معرفة بالأمور الطبية يدرك تمام الإدراك أن الأعراض التي أصابت أريوس في ذلك اليوم هي أعراض إصابة بتسمم حاد، تسمم أصاب جهازه الهضمي. لذلك أكد عدد من المؤرخين الغربيين من أمثال إدوارد جيبون، تشارلز فريمان، وجوناثان كيرش، أكد هؤلاء وغيرهم أن أريوس تم اغتياله بالسم من قبل أعدائه. وفي يوم من أيام عام 336 في عاصمة الإمبراطورية القسطنطينية إسطنبول حاليا، حان الوقت لكي يستريح ذلك الشيخ الكبير الذي بلغ 80 من عمره،
80 عاما قضاها في كفاح ونضال ونفي وحرمان، دون أن يطأطئ رأسه ولو لمرة واحدة أمام كل العواصف التي واجهته في حياته، دون أن يستسلم لمن أرادوا إسكات لسانه الذي لطالما صدح بالتوحيد في أرجاء الدنيا. حان الوقت ليستريح جسد فارس التوحيد المسيحي، تلميذ المعلم لوسيان الشهيد، القائد الأعلى لفريق الموحدين في العالم، العملاق الأمازيغي الذي خرج من أرض ليبيا ليغير من شكل الأرض من بعده. في ذلك اليوم انتقل إلى رحمة الله تعالى آريوس البطل آريوس. إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح، إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح، عبد الإله موحدا لله بالقول النجيح، ومبشرا بمحمد يدعو لتوحيد صريح. إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح. لا نعرف بالضبط من دس السم لآريوس، ولكن أنا شخصيا لا أشك أن منفذ جريمة الاغتيال كان أسقف القسطنطينية ألكسندر، الذي ربما أحس أن الإمبراطور يريد عزله وتهيئة آريوس ليحل مكانه ليتولى منصب أسقف القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية. وبالبحث في تاريخ ألكسندر نجد أنه كان من قادة النيقيين الذين حضروا مجمع نيقية عام 225 كنائب عن أسقف بيزنطة، وهي المدينة القديمة التي بنيت عليها القسطنطينية، ولذلك تسمى هذه الدولة الرومانية بالدولة البيزنطية. على فكرة منحت الكنيسة فيما بعد لقب قديس للأسقف ألكسندر، ربما تقديرا لتنفيذه لعملية الاغتيال. أما المخطط لتلك الجريمة القذرة فلا يسورني أدنى شك بأنه عدو الموحدين الأول أثناسيوس، الذي هزم أخيرا أمام آريوس وتم طرده من كنيسته قبل ذلك بسنة بعد أن أدين في قضايا أخلاقية عديدة، خاصة وأن لديه سجل إجرامي بقتله لأحد الأساقفة من قبل، ومما يؤكد دور أثناسيوس في اغتيال آريوس. وثيقة عثرت عليها في كتاب المؤرخ المسيحي سويرس ابن المقفع تاريخ البطاركة. الوثيقة عبارة عن رسالة تشبه إلى حد كبير الرسائل المختصرة المشفرة التي يبعث بها عادة المجرمون في عصابة الجريمة المنظمة، يخبرون بها زعيم المافيا بنجاح مهمتهم. هذه الرسالة أرسلت من أسقف القسطنطينية ألكسندر بعد قتل آريوس مباشرة. يخبر بها ألكسندر أثناسيوس ما يلي: نحن نمجد الرب ونعلمك أيها الأخ الحبيب أن آريوس مات موتا عجيبا وانقطعت مقالته وتبددت شيعته. ولكن هل انقطعت مقالة آريوس بعد موته كما كان يتمنى ألكسندر وأثناسيوس؟ وهل فعلا تبددت شيعته من بعده؟ يبدو أن من قاموا بجريمة اغتيال القائد آريوس قد فاتهم أمران اثنان. الأمر الأول أن الشخص الذي يعتقد أنه يستطيع الانتصار على الحق بمجرد قتل من يدعو إلى ذلك الحق، هذا الشخص يكون مخطئا في حساباته. الأمر الثاني أن من قام بتسميم آريوس نسي أن يشتري جرعة أخرى من السم لكي يقتل بها رجلا آخر سيكون وبالا عليهم بعد ذلك. هذا الرجل اسمه يوسابيوس النيقوميدي. ما وهمنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرت، اسألوا التاريخ عنا. ما وهمنا نحن
فبعد مقتل زميله أريوس تسلم يوسابيوس النيقوميدي قيادة الموحدين في العالم، وعمل على نشر دين المسيح الحقيقي بين عامة البشر. وما هو إلا عام واحد من مقتل أريوس، أي في عام 337، حتى ظهرت ثمار البذور التي زرعها أريوس قبل موته وسقاها يوسابيوس بجهده وكفاحه. لقد جاء الفتح الكبير، فقد أعلن الإمبراطور قسطنطين الأول بشكل واضح اعتناقه للإسلام، اعتناقه لدين التوحيد الذي دعا إليه المسيح، ليصبح إمبراطور الدولة البيزنطية قسطنطين الأول المعروف بقسطنطين العظيم، أول إمبراطور مسلم في تاريخ الأرض بعد أن اعتنق دين المسيح على يد يوسابيوس النيقوميدي. فصحيح أن الإمبراطور قسطنطين اعتنق المسيحية، ولكنه اعتنقها على مذهب التوحيد الذي بات يعرف بالأريسية وليس على مذهب نيقيا المزيف، ورجال الكنيسة يعلمون ذلك أكثر من غيرهم، ولكنهم يخفونه عن عامة المسيحيين الذين للأسف مثلنا نحن المسلمون لا يقرؤون تاريخهم جيدا. فلو قرأوا كتب التاريخ قليلا لوجدوا أن كل المؤرخين المسيحيين القدماء والمعاصرين يجمعون على أن الإمبراطور قسطنطين العظيم اختار أن يعتنق المسيحية على يد يوسابيوس النيقوميدي، الذي تجمع كل الكنائس أنه كان قائد الأريسيين الموحدين. فلماذا اختار الإمبراطور أن يتم تعميده من قبل يوسابيوس النيقوميدي بالذات؟ سؤال ينبغي للمسيحيين أن يطرحوه على الكنيسة. يكفيك أن تقرأ ما كتبه المؤرخ مارك إلينغسون في موسوعته التاريخية الكبيرة The Climbing Our Roots، الرجوع إلى جذورنا، بأن قسطنطين وخلفاؤه جعلوا الحياة بائسة جدا لزعماء الكنيسة النيقيين ودعوتهم التثليثية. والمتابع لتصرفات الإمبراطور قسطنطين العظيم في سنواته الأخيرة يدرك تمام الإدراك أنه أسلم وآمن بالمسيح ودعوته التوحيدية منذ زمن، ولكنه وربما بمشورة من يوسابيوس الحكيم لم يشأ أن يعلن ذلك، حرصا على نجاح الدعوة التي كان هناك احتمال كبير بأن يتسبب خبر إظهار إسلامه إلى ظهور حركات تمرد من قبل الأساقفة النيقيين الذين قويت شوكتهم بعد مجمع نيقية كما رأينا، قبل أن يقوم قسطنطين بمعونة من يوسابيوس بسحب البساط من أرجلهم بشكل متدرج لا يحدث أي اضطرابات سياسية. على فكرة ليس فقط مؤرخو المسيحية يؤكدون اعتناق قسطنطين للتوحيد على يدي زعيم الموحدين يوسابيوس، بل أيضا ابن حزم الأندلسي يؤكد أن قسطنطين مات على التوحيد. وذكر ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، والنصارى فرق منهم أصحاب أريوس، وكان قسيسا بالإسكندرية، وقوله بالتوحيد المجرد، وأن عيسى عليه السلام رسول الله وهو عبد مخلوق، وأنه كلمة الله التي خلق بها السماوات والأرض، وكان زمن قسطنطين الأول بان القسطنطينية وأول من تنصر من ملوك الروم. استمعوا جيدا لما يقوله ابن حزم عن قسطنطين، وكان على مذهب أريوس. وفي تاريخ 22 من شهر مايو من عام 337 انتقل إلى رحمة الله تعالى الإمبراطور الروماني الموحد قسطنطين العظيم. مات هذا الإمبراطور المسلم في مدينة نيقوميديا عند صديقه ووزيره يوسابيوس النيقوميدي أسقف تلك المدينة، رحم الله قسطنطين العظيم. اسألوا جند التتار هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار، واذكروا فتحا لمكة بعد صابر وانتظار، طارق في وادي لكة فاض أمواج البحار. لكن ماذا حصل بعد وفاة الإمبراطور قسطنطين العظيم
وما هي التحركات العملية التي قام بها يوسابيوس لدعوة البشر في مشارق الأرض ومغاربها إلى دين المسيح عليه السلام؟ ومن هو الإمبراطور البيزنطي المسلم الذي امتد نفوذه من إنجلترا غربا وحتى الهند شرقا؟ ومن هو البطل الألماني العظيم الذي أسلم فغير بعد إسلامه من تاريخ أوروبا وأفريقيا على حد سواء؟ وكيف اعتنقت غالبية شعوب أوروبا الإسلام قبل ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الوسائل التي استخدمها الرومان لإجبارهم على ترك الإسلام؟ ومن هو القائد الأوروبي الموحد الذي يعتبره الأوروبيون في أدبهم بطلاً أسطورياً كبيراً بعد أن استطاع أن يؤسس إمبراطورية أوروبية موحدة تمتد مساحتها على أراض تابعة لسبع عشرة دولة أوروبية؟ ومن هو الملك الأوروبي المسلم الذي استلهم منه مؤلف رواية ملك الخواتم إحدى شخصياته؟ وما علاقة العالم الإنجليزي إسحاق نيوتن بالتوحيد؟ وهل كان مكتشف الجاذبية مسلماً؟ وما هو المذهب التوحيدي؟ ومن هم الرؤساء الأربعة للولايات المتحدة الأمريكية الذين كانوا ينتمون لمذهب التوحيد؟ كان من المخطط لهذه الحلقة أن تكون الحلقة الأخيرة في هذا الجزء، ولكني وبعد إبحاري في قصة أريوس أدركت أن قصته لم تكن سوى البداية. في هذه الحلقة حاولنا نفض الغبار عن ذكرى بطل عظيم أخرجته الإنسانية، اسمه أريوس، البطل الذي اعتقد غزاة التاريخ واهمين أنهم تمكنوا من محو اسمه عن الوجود. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنكمل بقية القصة لنحكي حكاية ملحمة تاريخية عظيمة أخفاها هؤلاء الأوغاد عن عمد لكي لا تصل إلي وإليك. إنها الحكاية التي لا يراد للبشرية أن تعلمها، حكاية الأريسيين. كونوا في الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أرادنا خلعها مات الجبال في سبيل الله سرنا عبر ساحات القتال. سأتشرف بمتابعتكم لقناتنا على اليوتيوب لتصلكم حلقات البرنامج أول بأول. القناة تجاوزت بفضل الله ثم بفضلكم 14 مليون مشاهدة. شكرا لكل من نشر البرنامج. على القناة في اليوتيوب ستجدون أيضا حلقات البرنامج مترجمة إلى عدة لغات، منها الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، التركية، الكردية، الإندونيسية والروسية، وقريبا إن شاء الله إلى الألبانية والكتالونية، لغة برشلونة. شكرا للجنود المجهولين المتطوعين في فرق الترجمة الرائعة. وسأتشرف أكثر بقراءة تعليقاتكم واستقبال صوركم لعرضها في الحلقات القادمة على صفحة البرنامج الرسمية والوحيدة في الفيسبوك. اسم الصفحة 100 من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ. يمكنكم أيضا التواصل معي على حساب الشخصي على تويتر وإنستغرام جهاد الترباني. باستطاعتكم أيضا قراءة جميع الحلقات مكتوبة على موقعنا الإلكتروني الجديد www.100great.net. أما الآن فتابعوا معي التعليقات والصور التالية برفقة المنشد اللبناني المتألق فضل شاكر مع نشيدين رائعين في حب المسيح عليه السلام. لا تنسوه وتنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح. إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح. عبد الإله موحدا لله بالقول النجيح، ومبشرا بمحمد يدعو لتوحيد صريح. إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح، يتلو لمريم سورة قد أبعدت عنها القبيح من زعم كل مكذب
أو افكي أبناء الفحيم. إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح. إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح. حملت أكبر آياتي من خالق الكون الفسيح، من غير نطفة والدي بشرى لي جبريل النصيح. إن المسيح ونحن أحباب المسيح. إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح. وضعت أصغر نطيق لله بالقول الفصيح، كم جاء بالآيات لم يكن بالبخيل ولا الشحيح. إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح. إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح. أحيا الموتى بإذن من خلق المعافى والطريح، رد العيون لأكمه وشفى المبرص والكسير. إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح. إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح. خلق الطيور بنفخة في الطين فانطلقت تصيح، قد كان عبدا صالحا يدعو إلى الخلد المريح. إن المسيح مبارك ونحن أنصار المسيح. إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح. إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح. بمغارة كانت بفكر ساهرة لتناجي الرحمن رب الأنجم. ورسول ربي جاء تلك الطاهرة، قال اهدئي حملت ما لا تعلمي. قال اهدئي حملت ما لا تعلمي. ألقى بروح الله في أحشائها، وجنينها كان المسيح لمريم. ولجذع نخل ذا المخاض يقودها، وجنينها أمه لا تتألمي. نطقت منذ المهد كي تتبرئي، إن يسألوا أمه لا تتكلمي. فأتت به فتعجبوا من فعلها، لما شرت قالها من الألفامي. أنا عبد ربي قد نزلت مباركا
رسالة التوحيد للقلب العنيد. برسالة التوحيد للقلب العنيد. مبشرا للناس بالنور الذي هو أحمد ومحمد محمود. وخير خلق الله من بين البشر. ورسالة التوحيد سوف يعيد. ورسالة التوحيد سوف يعيد. ومبشرا للناس بالنور الذي هو أحمد ومحمد محمود. وخير خلق الله من بين البشر. ورسالة التوحيد سوف يعيد. فمحمد نور الإله لأمة حتى القيامة ذكره موجود. فالدين دين الله نحن دعاته وإلهنا هو ربنا المعبود. فالدين دين الله نحن دعاته وإلهنا هو ربنا المعبود. وإلهنا هو ربنا المعبود.